اهلا بيكم وبحضراتكم جميعا. وفيتامين مهم جدا، فيتامين اي او فيتامين ه بيسموه بالعربي. فيتامين اي ده مهم جدا للسلم برين، خلايا الجسم كلها وخصوصا المخ. فيتامين اي مهم جدا وبيحمي الكبد من التشحم بتاع الكبد والدهون، بيحمي من السرطان، وكمان مهم جدا للخلل وظائف الكلى جدا للمناعه بتاعت الجسم، بوستنج المناعه. المناعه دي مهمه جدا، مهم جدا في امراض الجلد، وديا بتبقى كتير جدا لما تروح للدكتور الجلديه زي ما قلت لكم يكتب لكم فيتامين اي. الكانسرز اللي هو السرطانات مهم جدا لانه بيقوي المناعه، فلما انت تروح وكمان مهم جدا في لما بيحصل كبر في السن، بيحصل في المشكله في العين في الماكولا والايجنج ريسبيراتوري انفكشن، يعني تلاقي مثلا الجلد لما الواحد يكبر يكرمش والحاجات دي كلها، ده طبعا مهم جدا فيتامين اي. الازمه الحساسيه الصدر والناس اللي عندها ازمه وعندها متكرر ان هم يجي لهم مشاكل في الجهاز التنفسي مهم جدا فيتامين اي. نضاره العين ومشاكل العين برضو مهم جدا فيتامين اي. لازم نفهم المصادر. طبعا من اعراض نقص فيتامين اي اللي هو الجهاز العصبي، يعني تلاقي المشي والمسل ويكنس، ضعف في العضلات، ضعف في المشي بتاعك، disorientation، تلاقيش نفسك ذهنك كده صافي وكده، تلاقي التنميل في الاطراف، التهاب في الاعصاب، يعني بيبقى التهاب الاعصاب ممكن يبقى نقص فيتامين اي. فبرضه من الحاجات المناعه ضعيفه بتاعتك، فيجيلك باستمرار التهاب في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. فنقص فيتامين اي زي ما اتفقنا، التهاب الاعصاب ده والتنميل والخذلان ممكن جدا يبقى نقص فيتامين اي زي ما كان نقص فيتامين بي. فمهم جدا ان احنا الاعراض دي نعمل. طب اسباب نقصه ايه؟ ممكن امراض غير ان احنا الاكل بتاعنا ما يبقاش فيتامين اي. امراض زي التهاب البنكرياس، الحاجات الصفراء اللي هو فات سولوبل فيتامين، يعني مهم جدا دهون فيه. فعندك مشكله في المراره، عندك مشكله في السيلياك ديسيز في الجهاز الهضمي، تبقى بتعمل نقص فيتامين بي. الالتهاب في البنكرياس مزمن، مشاكل في الكبد تعمل فيتامين اي، نقص فيتامين اي. دي برضو حاجات مهمة يعني سريعة كده عن فيتامين اي. فنعرف الأسباب والأعراض، دي الأعراض. برضو اللي عايز أقول لكم في الأعراض حاجة مهمة جدا، اللايت ريسبتور في العين بيبقى فيه مستقبلات لاستخدام الضوء، تلاقي فيه مشكلة في الضوء، العين بتضعف جامد، برضو بيبقى عنده نقص فيتامين اي. فيعني دي أعراض وأسباب سهلة إن احنا نفهمها، لان في كتير بيسالوا طب انا احس بمشاكل ايه؟ لما تلاقي في مشاكل في عينيك، التهاب في الاعصاب، نفكر في فيتامين اي. فيتامين اي موجود في حاجات كتير جدا بس الناس بتجهلها. يعني لما نيجي ندور على اهميه فيتامين اي، هو يمكن من احسن حاجات انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت يعني مضاد للاكسده، زي ما انا كنت ضربت لكم موضوع التفاحه وتقطع التفاحه نصين وتسيبها في الهواء لونها بيتغير. دي اسمها الاكسده، زي الاكسده كده، بيبقى الجسم الخلايا بتاعته بتبقى متاكسده، فيقول لك فيتامين اي انتي اوكسيدنت يعني مضاد للاكسده. وفي حاجه اسمها الفري راديكلز، دي بتبقى موجوده معظمها عن معظم الامراض اللي في الجسم كلها. ففيتامين اي مهم علشان حاجه انتي اوكسيدنت، مهم جدا كمان علشان بيحمي الجسم من الكانسرز ومن الكبد، ودي حاجه طبيعيه. يعني التشحم الكبد لقوا ان فيتامين اي ليه دور في علاج الدهون الكبد. فالمصادر الغنيه بفيتامين اي سهله جدا، الاكتر حاجه فيها فيتامين اي بنسبه 16%، يعني لو احنا كدنا كوبايه سبانخ كده، الورق سبانخ، وحطيناه وكلناه على السلطه، برضو مهم جدا. يبقى عندنا السبانخ ده رقم واحد، البروكلي، يعني شوف الخضار ده مهم قد ايه، الحاجات الفول السوداني في فيتامين اي، البندق، اللوز فيتامين اي. يعني عندك ادي كده الفول السوداني، البندق، اللوز، اللي هي المكسرات دي مليانه فيتامين اي. السبانخ سواء كلتها نيه او كلتها مطبوخه. في حاجات الزيت، الزيتون، زيت الزيتون مليان بفيتامين اي، بيبقى بنسبه 12% ل 15% من كميه الزيتون، معلقتين زيتون او حاجه زي كده بتبقى فيها فيتامين اي. يبقى زيت عباد الشمس والزيوت اللي هي المهدرجه فيها فيتامين، حاطين معاها فيتامين اي وكده، بس طبعا انا ما انصحش بيها، يعني ننصح بزيت الزيتون واللوز، وفي كمان السبانخ، وقلنا
وفي الفول السوداني والافوكادو. الافوكادو من الحاجات اللي فيها فيتامين اي بكميه كبيره. وعندك كمان الشريمب بقى، يعني اكتر حاجه فيها فيتامين اي الشريمب، من اللي هو الجمبري. الجمبري مليان بفيتامين اي. ففيتامين اي لما حبينا نزلت بوست عن دهون الكبد، لقيت معظم الدراسات بتتكلم عن اهميه فيتامين اي لمريض اللي هو تشحم ودهون الكبد. من ضمن الحاجات لما بينقص فيتامين اي بتزيد الدهون اللي موجوده على الكبد. عشان كده انا بنصح ناكل البروكلي، ناكل الافوكادو، الخضار، السبانخ، المكسرات، الحاجات دي مفيده جدا لفيتامين اي. فيتامين اي هيحمي السلمبرين، الخلايا، الخليه بيبقى اسمها سلمبرين، يعني زي الحيطه، الجدار بتاعك، الجدار الخليه. كل ما جدار الخليه يبقى قوي كل ما الخلايا هتبقى كويس، كل ما يحميك من امراض الكلى والكبد والامراض المزمنه. ففيتامين اي مهم جدا لنضاره الجلد، مهم جدا للحاجات لما تلاقوا مثلا حد بيروح لدكتور جلديه او دكتور عشان عنده مشكله في جلده او شعره او كده، تلاقيه بينصح دايما بفيتامين اي ان هو ياخد ويستعمل فيتامين اي. فطبعا هم حاجات مشهوره زي ما قلنا بالفيتامين اي، دي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها من اهم الحاجات اللي فيها فيتامين اي. هنتكلم عن سلسله فيتامينز عشان نعرف المكملات والحاجات دي الموجودة في الطبيعة فيها ايه. ارجو ان يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وسلسلة الفيتامينز نتكلم عنها هتبقى مفيدة ليكم جدا. اشكركم وتحياتي.